وإلى الفيديو الآخر مع فتاة تفاعل مع النشطاء أثناء توثيق كاميرا الجوال لها وهي تتدرب على حرفة الحدادة. هذا الفيديو تصدر الترند خلال الأيام الماضية وخلفها قصة ستكون معنا عبر طاولة التواصل. نشاهد. منى أول سعودية حتسوي محل ديكورات في جنوب الرياض. أنت حتشتغلين بنفسك مو بس عشان تركبين للعملاء، لا، حيكون عندك عمالة، بس أنت حبيت أنك تدربين بنفسك. هذا الفيديو وهذا المقطع تقصى كواليس فريق إعداد برنامج تواصل، وتوصلنا بأنها مبادرة يقوم عليها شاب سعودي يقوم بتدريب الشباب والشابات السعوديات تطوعا على مهنة الحدادة والتجارة الحرفية. نشاهد مقاطع من هذه المبادرة، وسيكون بعدها قائد هذه المبادرة ودعم الشباب وتمكينهم معنا على طاولة التواصل. دعونا نشاهد. ترى يا ناس، هذا السعودي بس كارد، وهذا برضه السعودي، حيكون عندهم احلى محل في المدينه المنوره. اخترتم الاسم ولا لسه باقي؟ يعني تقول اللي يسوي قاعد ديكورات في المدينه انتظر باذن الله، حتسوي له شغل بروفيشنال باذن الله. ما نضل فيه خلاص. هذه الفرقه الان قاعده تركب ديكورات التلفزيون مع النجار الفلبيني، وهنا الفرقه دي قاعده تتدرب على بديل الخشب بطريقه مائله كذا، وهذه الفرقه هنا كذلك تركب بديل الرخام وتطعمه بديل الخشب، وهذه فرقه السعوديين الاحب لقلبي. ايش اسمك؟ احمد. وانت؟ عبد الله. من المدينه صح؟ حتفتحون متى ان شاء الله في المدينه؟ ان شاء الله شهرين ان شاء الله تفتحون؟ الاسعار اقتصاديه؟ تشتغلون بنفسكم انتم؟ والله برافو، والله برافو. هذول اول شباب في المبادره. ايش اسمك؟ تركي الشمري. يعني من روس قبائل، يعني فعلا فعلا هذول حيكونون بعد فتره اصحاب محلات، محلات ديكورات، وكذلك برضو ابو شمر محلات ديكورات، وعنده كذلك ما شاء الله يعني جاي قاعد يتدرب عندنا هنا وكذلك توصيل. طيب شفت ان الشغله صعبه؟ لا والله سهله. الامور يعني تتوقع كم يعني ممكن وتخلص وتفتح لك محل ديكورات؟ والله شهر بالكثير. شهر بالكثير؟ وانت يا ابو عابد؟ تقريبا شهر، شهر ونص بالكثير. وانت فاتح؟ طيب التدريب وما التدريب حتبداون ان شاء الله بكره، وموضوع القصه هذا الحين الاسعار وما الاسعار والاشياء عرفتوها والمواد وش العميل اللي يبغى كل شيء. طيب تمام، يعني بعد كم يوم، بعد شهر، شهر ونص حنشوف محل العبد الله القحطاني ومحل التركي الشمري. ها وللحديث اكثر حول مبادره دعم الشباب السعودي ينضم معي فيصل الاحمدي صاحب هذه المبادره. اهلا بك فيصل. الله يحييك. فيه فيصل، في البدايه كيف اتت هذه الفكره وهذه المبادره الرائعه اللي انتشرت مقاطع اثرها؟ هي كانت بدايتها قبل يمكن 3 سنوات، واي تاجر يجيه بعض العملاء ويكون له رغبه انه يشتغل في نفس المجال هذا، لكن اكثرهم التجار يعني ممكن ما يهتم، لكن شخص واحد انا اهتميت فيه وما كانت نيتي انه ممكن ادخله في شخص المجالي، لكن سبحان الله الاثر اللي جاني بعدها خلاني اتحمس وابحث انا عن الناس هذولا، لين وصلنا وقدرنا نسوي ورشه خاصه لتدريب الشباب والشابات السعوديين وتوفير اعمال لهم وادخالهم السوق. جميل. في البداية وش تقصد بمسألة أن أي تاجر يجيه عملاء يرغبون في دخول مثل هذا المجال؟ وش المقصد هنا؟ التجار كلهم أصلاً لابد أنه إذا كان واقف على حلاله يجوه عملاء ويتكلمون، يعني يبغون نفس التجارة هو اللي شغال فيها. يعني استفسار أو استشارة. ممتاز. يعني هو يجي يبي تقدم له الخدمه، واثناء تقديم الخدمه يجي يطلب منك يبي يدخل هذا المجال مش عارف. ايوه جميل. انت ذكرت ان في واحد من العملاء بدات معه، جميل، ووصلت للاثر. بدايه اول واحد ساعدته وش قصته؟ هو هذا الشيء اللي خلاني اتحمس واني اسوي المبادره كامله، الاثر اللي يجي من وراها. يعني سبحان الله في اي مبادره اسويها مع شخص الاقي الاثر ما يتجاوز اليومين 3 ايام الا تجي ما شاء الله تبارك الله بيعه كبيره جدا، او اني فتحت فرع، او انه اخذت عقد. يعني ما اطول، يومين 3 ايام بالكثير والله. جميل. لا نحن نبي قصه اول شخص ساعدته ومكنته في نفس المجال. هذا ما انساه.
والان ما شاء الله تبارك الله فاتح له الفرع الثاني اللي مكنته فاتح الفرع الثاني. سبحان الله هذا كان يوم اربعاء ويوم السبت سبحان الله جاتني بيعه في حدود ال 130 الف ريال بعد ما ساعدته طيب بس لا خلنا الاثر بنجي، لكن بدايه القصه جاك الشخص وش قال لك؟ ثم وش الخدمات اللي انت ساعدته فيها؟ قال لي وش تنصحني ادخل المجال هذا؟ هو اكثر من سؤال يكون سؤال محرج كذا، وانه يتوقع انه ما في احد بيساعده او ما حد يجاوب عليه. في بعضهم ما شاء الله تبارك الله زيي وافضل بعد، لا يحاول يسهل المواضيع عليه، لانه اصلا اي شخص سعودي يبغى يدخل التجاره يسال عن ثلاث اشياء: كيف اجيب العملاء؟ كيف ادربهم؟ وكيف افتح؟ هذه الاشياء كلها احنا وفرناها في المبادره. ممتاز. طيب جاك في البدايه وسالك قال لك كيف ممكن ادخل في هذا المجال، انت يا فيصل وش قدمت له؟ قدمت له اول شيء التدريب. دربته. جميل. وبينت له انه ما شاء الله تبارك الله فيها دخل عالي، هذا الشيء اللي يخليه يتحمس انه اذا كانت عنده فكره فقط يصير لا، عنده اصرار انه يدخل هذا المجال. جميل. ما تجاوز الاسبوعين في التدريب، بعدها وفر العماله، كذلك تم تدريبهم، اخذ عقد اول شيء في طويق، كان مقدار العقد حدود 20,000 ريال. متذكر قال لي انه ما نام هذاك اليوم من الفرحه. كذلك كان لسه ما خلص الشغل هذا الا ما شاء الله تبارك الله توفر له عقد ثاني وثالث. هذه العقود ما هي خساره، يعني ما ناخذها من عقود احنا. دقيقه، انت في البدايه دربته وبعد ما جاءوا العملاء كذلك دربتهم، وذكرت كذلك انك ساعدته في مساله الاعمال. اكيد تجيب لهم اكيد العقود هذه. جميل. طيب انت في البدايه ذكرتي حتى قبل الحلقه في الكواليس ذكرت لي انك في اول شخص ساعدته جاك اثر ايجابي جميل، الله بارك لك في رزقك، هو اللي خلاك تتحمس توسع هذه المبادره. أكيد. طيب بعد ما ساعدت الشخص الاول وش اسمه؟ كان اسمه خالد الشلوي. خالد الشلوي، بعد خالد الشلوي وبعد ما ساعدته وش الاثر اللي جاك مباشره؟ بيعه جاتني من القريات ب 130,000، شخص اسمه بندر العنزي، والان بندر العنزي ما شاء الله عنده مصنع، كذلك اللي اشترى من عندي هذا برضه عنده مصنع، وكذلك عنده فكره المبادره انها تكون في القريات في مصنعه كذلك. جميل ما شاء الله. طيب انت بعدها القصه الاولى اللي وجدت اثرها، انت يعني تحمست وبديت تكرر هذه التجربه. اكيد. ممتاز. طيب وبعدها كم شخص دربته ومكنته؟ يعني الى الان اعدادهم في حدود ال 70 شخص، اي من رجال وسيدات. ممتاز. طيب كيف دربتهم؟ خصصت ورشه في نفس المستودع ومدربين محترفين يدربونهم من الساعه 8 الصباح الى الساعه 7 المساء حسب كل واحد وتفرغه، تدريب السعوديين وتدريب العماله اللي عندهم. جميل. تخصيص هذه الورشه هذه كانت قريب ولا من؟ لا لا قريب اول كانت، يعني حتى انا ما اقدر انه تكاليفها لانه لسه مبتدئ، كانت في البدايه اني ادربهم في بيوت العملاء نفسهم، وبعدين لما الحمد لله زادت عندي الفروع وزادوا عندي العماله رجعت لنفس الفكره اللي هي المبادره انها تكون لها مكان ولها ناس متدربين وتكون بالوضع هذا اللي احنا فيه دحين. جميل. وخصصت يعني مكان ووقت ورشة للتدريب. ومدربين متخصصين ما يطلعون إلا فقط للتدريب فقط، وكذلك بعد ما يطلعوا يخلص الشخص تدريبه وتدريب عمالته كذلك لمن يطلع معاه أي عقد يطلع معاه المدرب، لأنه أول شغل يستلمه لسه خايف، وكذلك العمالة خايفين إنه يخطون، يطلع معاه المتدرب ساعتين ثلاث ساعات يشرف عليهم لين خلاص نتأكد ونطمن إنه الشخص هذا خلاص أوكي واقف في السوق. جميل. طيب يعني مثل هذه المبادرة الجميلة النبيلة في تمكين الشباب يعني رائعة جدا، وجهات كبيرة تعمل على مثل هذه القصص، فجميل ان نجد شاب شرواكي فيصل يعمل على مثل هذه المبادرة، لكن وش العوائد اللي فيصل يستفيد منها؟ بالعكس ممكن تكون في منافسة، فيصل ليش ما نضر بمسألة ان هذا بكرة ممكن ياخذ علي عقد ينافسني بالسوق يضيق علي، للأسف مثل ما ينظر لها بعض التجار. هذا اللي انا توقعته في البداية. جميل. لكن اللي شفته من أثر سبحان الله، الأثر هذا مو جاي من أحد، جاي من الله. الأثر في المبيعات يعني إذا تكلمنا عن ضعفين أو ثلاثة ضعاف أكون أنا كذا ظلمته. الأثر في المبادرة، وأي شخص ترى دخل المبادرات الاجتماعية واللي هي تعتبر ما لها عائد ربحي
يشوفها سبحان الله، اذا ما كان تاجر يشوفها في صحته، يشوفها في ابنائه، يشوفها في، لكن كتاجر يعني مستحيل مستحيل اي تاجر يدخلها وما يلاقي اثرها في المبيعات. طبعا هو هذه المبادره خيريه يعني ما هي ربحيه. لا 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 غير ربحيه. طيب المقطع الأخير حدثنا عن آخر شو اسمه تجربة واللي عرضنا المقاطع قبل شوي، كيف كانت وكيف كانت البدايات وكم عدد المشاركين؟ عدد المشاركين يعني إحنا عشان الورشة ممكن في حدود 10 مع عمالتهم، على بال ما يخلصون يجون غيرهم يعني. هذولا كانوا على وجه يتخرجون يعني، إحنا الحين حتى اللي بيتخرج لازم يسوي زي مشروع التخرج ديكور كامل، مثلا زي الديكور هذا كامل نعرف انه اتقن الشغله، وبعد كذا كاعلان له نصور ونقول له الشخص هذا والله خلاص اتقن الشغل واتقن التدريب وهذا حسابه وهذا موقع المحل عنده. كان اعلان بالعكس، انا توقعت اني العمله انا اوفرهم، طلع لسه هم فتره التدريب يعني قاعد تجيهم اعمال وتجيهم عقود. طيب على المشاريع التخرج اللي ذكرتها، طيب هل في هناك مشروع قلت لصاحب انه مرفوض لازم تعيده؟ ايه. وش قصة؟ كان ديكور حق طاوله مع خزانه، ما كان مرفوض بس ما كنت ابغاه يطلع بهذه الصوره، ما ابغى احد يطلع من المبادره وفيه عنده شغل عشوائي. كانت عنده ملاحظه المسامير خطا، اماكنها الحواف فيها رتوش، فيها الاشياء دي كلها رفضتها، قلت لهم خلاص تسووا لي شغله اكبر. كانوا متضايقين انه الشغله اكبر اللي هي خزانه كامله بالاضاءات المخفيه والاشياء هذه، لكن مبسوطين. وبعد ذلك عاد المشروع ونجح. الى الان ما خلصوا. باقي شغال قريبيه. طيب نتوسط لي انك تنجح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب فيصل، هل بتكون مبسوط في المستقبل لو ان احد من 70 اللي دربتهم واحد منهم تميز وصارت حصته السوقيه اكبر من فيصل؟ في ناس اصلا هم متميزين اكثر مني صراحه، لانه سبحان الله تلاقي عنده في الذوق، لان الاذواق هي سبحان الله اشياء مقسمه، تلاقي عنده ذوق اعلى مني، وانا اشوفه وقت التدريب عنده الذوق اعلى، عنده الاختيارات ادق، عنده الحماس اكثر، وانا متاكد انه لسه مو لما نوصل، لا انا متاكد هذا لو تجيه بعد سنة حتلاقيه أكثر متميز أكثر مني بكثير. وهذا يبسط فيصل؟ أول كنت أهتم فيها بعدين صارت تفرحني يعني. لا يعني الجميل في طرحك فيصل أنه يعني زي ما تعرف السوق في من يعمل بعقلية الوفرة وفي من يعمل بعقلية الندرة. اللي يعمل بعقلية الندرة ما يحب أحد يشاركه ويخاف على الفرص، يتوقع أنها قليلة، لكن اللي يعمل شرواك بعقلية الوفرة أنه لا في فرص وفيه ذا، لا بمكن هذا وساعد هذا وبكرة ممكن نتعاون أنا وياه في فرصة سوية. طيب هل في قصة ملهمة من طلابك إن صحت التسمية مشاركوا في مرحلة التمكين اللي سويتها في هذه المبادرة؟ يعني في يعني قصة تعتبر غريبة ومفرحة كذلك. الحمد لله اللي تخرجوا من المبادرة الشغل عندهم زايد لدرجة انه كل واحد يقول للثاني انت خذ الفلة هذه اللي في بوابة الشرق، والثاني يقول لا انت خذها انا مضغوط 3 أسابيع. قصة غريبة كذلك كانت من شخص خارج عن المبادرة وعنده محل، كلمني آخر مرة 4 شهور اللي دخلها في 4 شهور اللي فاتت، ومن بعد دخوله المبادرة دخلها وتجاوزها في 3 أسابيع، لأنه كانوا متسترين يضايقونه من ناحية حتى جوجل ماب، عشان يخرج من جوجل ماب في البحث يروحون يسوون بلاغ إنه الموقع غير صحيح عشان جوجل ماب الإدارة ترفعه، وكذلك لما يسوي ترويج يحط مثلا 300 ريال عشان الترويج يدخلون عليه ويخرجون، يطلعون ويخرجون عشان تروح الرصيد من عنده. والحمد لله دحين هو اللي اسمه هادي الغامدي دحين شهر فل عنده الأعمال ما شاء الله. ما شاء الله. كذلك من القصص الجميلة المقطع اللي انتشر للبنت الأخت منى. منى وش قصة منى ومتى جات تدربت؟ لا هي منى كانت أصلا عميلة، شفت فيديو لها ما كنت أعرفها، شفت فيديو لها إنها كانت تبغى تسوي جدار عندها وكانت تبحث، راحت المستودعات ذكرت اسم المستودع عندي، أخذت المنتجات راحت ركبتها بنفسها. أنا اللي تواصلت معاها عرضت عليها قلت لها طيب ليه ما تشتغلين في الديكورات؟
ما شاء الله ما ادري هو في نفس اليوم او ثاني يوم هي اللي جات وبدا التدريب لدرجه حتى المدربين يبينوا لي عينات من اللي اشتغلوها الشباب والعينه اللي اشتغلتها هي. ما ادري هل هي عندها خبره سابقه او انه السيدات ما شاء الله تبارك الله عندهم لمسات وعندهم اتقان اكثر في الاطراف في الحواف. وما شاء الله تبارك الله بالعكس يعني عندها طلبات والناس قاعده تعرض عليها اشياء وهي لسه في فتره التدريب ما شاء الله. احنا تواصلنا مع منى وكنا نتمنى ان تكون ضيفتنا ولكن انشغالها ما استطاعت. فالسؤال اللي بغيت اوجهه لمنى ابي اوجهه لك يا فيصل وانت مشرف هذه المبادره، كيف كان شعورك لما شفت هذا الانتشار والتحفيز الرائع من المجتمع مع هذا المقطع؟ حسيت اول شيء باحراج. يعني فعلا اول شيء الشعب السعودي ترى شعب عظيم وداعم لدرجه ما تتوقعها، لدرجه انه يرسلون لي في الخاص يقول لي ارسل لنا من شباب المبادره عندي مشروع او عندي، وتلاقي مطور عقاري، تلاقي ما شاء الله تبارك الله واحده مصممه اسمها شمس ديزاين عرضت قالت ما ابغى اشتغل الا مع شباب المبادره، اصحاب شركات اصحاب شركه المسكن الذهبي كلهم يبغون من شباب المبادره، وهم عارفين يعني اكثر الناس تبحث عن الناس اللي عندهم خبره اكثر، لكن بحكم اننا قاعدين نعرض اعمالهم الناس وثقت فيهم اكثر. هذا الشيء يعني يخلي الواحد يعني يستمر، حتى في ناس تسالني يقول لي المبادره لين متى؟ هل اقدر انا باقي لي سنتين واتقاعد، هل اقدر الحق؟ اقول المبادره ما شاء الله تبارك الله موجوده وحتظل موجوده، لانه الاثر اللي انا اشوفه بالعكس انا مستحيل ممكن اخلي نص حلالي للمبادره حسب الاثر اللي انا شفته. واي تاجر سعودي خليه يجربها، ما نقول يجربها يعني شهور، يجربها شهر واحد ويلاحظ المبيعات، حيلاقي فرق غريب جدا ما لاحظه لا في المواسم ولا لاحظه في اوقات التخفيضات ولا لاحظه في اي وقت. هذه رسالة رائعة يا فيصل وعمل جميل قمت فيه ونشكرك من هذا المنبر. إذا في رسالة ختام حاب تقولها. أنا زي ما قلت لك التاجر السعودي بس نصيحة له، إذا أنت شايف مبيعاتك منخفضة لا تسوي تخفيضات ولا تقلل فروعك، بس خصص جزء من الفرع مبادرة دعم للشباب السعودي، ما حياخذ من نصيبك ومن رزقك شيء، خلاص الرزق انكتب، بس أنت شوف المبيعات من بعدها كيف ما شاء الله. سلام ومستاقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. شكرا فيصل وكذلك شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. هذه الحلقة تؤكد تماما فكرة العقلية اللي تفكر بالندرة والعقلية التي تفكر بالوفرة. الخير كثير والفرص كثيرة ولكن أنت كيف تنظر لهذه الفرص؟ افرح للناس، ساعد الناس، صدقني هذا سينعكس بشكل إيجابي عليك وعلى حياتك وعلى تجارتك. إلى هذه اللحظات أعزائي المشاهدين نودعكم لنلتقي غدا بإذن الله وفي أمان الله.